اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. أنا الآن في جامع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، ميقات أهل مكة والمقيمين في مكة، لأداء العمرة بالنيابة عن المرحوم رعد يوسف حصارمة من البعنة تراح موسى نابل الخير. اللهم نور قبره وارفع منزلته ويمن كتابه واجعل الجنة مسكنه ومثواه. اللهم اجعله في بهجة وسرور. اللهم ارحمه واغفر له ذنوبه واجعل قبره روضة من رياض الجنة وارفع درجاته وارزقه الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم افسح له في قبره مد بصره. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة واجعله في جنات الخلد، واجعل الرسول شافعا له والولدان المخلدون خدما له والسندس لباسه في الجنة. اللهم في كل دقيقة تمر عليه في قبره أسألك يا الله أن تفتح له بابا تهب منه نسائم الجنة وتؤنس وحدته وتهون عليه وحشة قبره. اللهم املئ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور. اللهم آته برحمتك رضاك وقيه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل بالحسنات ميزانه وثبت على الصراط أقدامه واسكنه في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم اجعل الحرير لباسه والمسك ترابه والولدان المخلدون خدما له يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ساحة الحرم ادخل الآن على صحن الطواف الشريف، وما بعد ذلك للمسعى لأداء العمرة عن المرحوم رعد يوسف حصارمة من البعنة تراح موسى نابل الخير. وأسأل من الله أن يتقبل منا ومنكم جميع الأعمال، وأن يجعل هذه العمرة في ميزان حسنات المرحوم رعد، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد. أنا الآن في صحن الطواف الشريف لأداء العمرة بالنيابة عن المرحوم رعد يوسف حصارمة من البعنة تراح موسى نابل الخير. اللهم اغفر له بعد الحبيب حبيبا وللدعاء من دعا له سامعا ومبيدا، واكتب له من فضلك وعفوك حظا ونصيبا. اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران، اغفر له وارحمه وعافيه واعفو عنه واكرم منزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم ادخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابق عذاب. اللهم انزله منزلا مباركا وانت خير المنزلين. اللهم انزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم احشره مع المتقين إلى الرحمن وفدا. اللهم احشره في زمرة المقربين وبشره بروقا وريحانا وجنة نعيم. اللهم احشره مع أصحاب اليمين واجعل تحيته سلام لك من أصحاب اليمين. اللهم اجعله من الذين سعدوا في الجنة. اللهم ارحمه تحت الأرض واستره يوم العرض ولا تخزه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أنه جاء ببابك وأنا أخذ بنابك، فجد عليه يا الله بمنك وعفوك وإحسانك. اللهم اجعل الحرير لباسه والمسك ترابه والولدان المخلدون خدما له يا رب العالمين. اللهم اجعله تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باطل إلا ظلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تنابل الخير جسر الثقة في مساعي الخير، وعنوانكم للخير في كل الدروب.